رسم بايب، هاجي على هوم من بلومنج اند بايبنج، اختار بايب وابدا ارسم البايب. تمام، اول حاجه احدد الدامتر بتاعي، كمل لي ارتفاع عن سطح الارض، الميل بتاعي قد ايه. تمام، طريقة دي طريقة رسم بايب. زي ما حضرتك شايف دلوقتي ان البايب دي تحس ان هي مرسوم سنجل لاين. طب عايز اخليها دبل لاين، عندي هنا اداة اللي هي ديتيل ليفل ميديم، لو انا خليتها فاين تظهر الحاجة بمثل الحقيقي. تمام، لو خليتها اول واحدة تخلي اي حاجة تظهر سنجل لاين حتى لو تكييف. يعني التكييف لو اخترت اول واحدة الاقي يظهر معايا سنجل لاين، تاني واحدة الاقي مواسير المية تظهر سنجل لاين، والتجيف هو اللي يظهر دبل لاين. تمام، طب انا دلوقتي عايز وانا في البلومنج ابقى شايف التكييف عشان احس بالفرق دوت. هاجي هنا واختار في جي، اكتب في جي يطلع لي ديت. تمام، اللي هي الفيزيبيليتي. هاجي على فلتر واقول له اظهر لي كل حاجة كده ظاهرة. انا عايز بقى اخلي التكييف يظهر معايا، هاجي هنا واقول له عايز في الموديل الكتالوج، اقول له عايز الدكت والدكت فيتنج والدكت اكستوريسيز والاير تيرمينال. كده انا ضمنت التكييف كله هيظهر معايا زي ما حضراتكم شايفين. طيب انا دلوقتي مختار اول واحدة، طب لما اختار التانية ميديا الاقي ان التكييف بقى سنجل لاين دبل لاين والمية بس هي السنجل لاين. طيب انا هجرب اختار فاين اخر واحدة الاقي كله بقى دبل لاين حتى مواسير المية. تمام،